في تاريخها. لقد قال الشعب كلمته، حدد مسيرة العمل الوطني خلال الست سنوات القادمة، وحسمت صناديق الاقتراع من اختاره أبناء الوطن لقيادتها. هو الرئيس مش كان قال زمان إنه مش هيرشح نفسه أكتر من فترتين؟ بس كتر خيره إنه هو لسه راضي يمسكنا. وهدي خمس فترة يبقى رئيس فيها. صحيح، اللي ما يعرفش يقول عدس. بيمسك خمس مرة ولا عشر مرة، ما كفاية واللهم عايشنا في سلام حوالي 25 سنة. الله يشكر يا ست. اي نعم هو محاط بجماعة فاسدين ومتطلعين، بس هيعمل ايه؟ مصر دي كبيرة قوي يا جماعة، كبيرة قوي يا عم. اللي بيحصل ده مهزلة مهزلة. وعلى فكرة عمرها ما كانت هتحصل غير لو كانوا متأكدين ان الناس هتسكت ومش هتعترض. بس المرة دي عاملين انتخابات بجد يا جماعة، بجد. وانت بتسمي دي انتخابات يا عمته؟ دي مهزلة، دي مسرحية وسخيفة جدا. وبقدرة قادر مبارك يفوز ب 88% من الأصوات. أنا مش عارفة هما بيضحكوا على مين. طب يا ستي يعمل إيه يعني؟ ما اللي رشحوا نفسهم وقدامهم محدش فيهم كسب. مين اللي ترشح قصاده؟ احنا نعرف حد منهم؟ أهو ده عارفينه وعارفين ولاده وعارفين اللي هو شبع هو وولاده. خلاص الحمد لله على كده، نجيب واحد تاني بقى لسه ينهب فينا وهو وعيلته وولاده وقرايبه. لا لا لا، اللي نعرفه احسن ما نعرفوش يا زاد. هو المسألة كده. انا بصراحة شايف انكم كلكم غلطانين. في حد فيكم فكر يطلع بطاقة انتخابية؟ لا. اسكتوا بقى اسكتوا. انتخابات ايه؟ انتخابات ايه يا زاد منو؟ النتيجة محسومة يا حبيبتي، محسومة. انا مش عارفة الناس هتفضل ساكتة على اللي بيحصل لحد امتى. والله كتر خيره ان راضي يرشح نفسه تاني، ده احنا همنا ما يتلم. هو يعرفوا ايه دول؟ فاكرين اللي بيمسك البلد ده ما عندوش مسؤوليه؟ ده مسؤوليه كبيره جدا. هما شافوا ايه دول عشان يتكلموا ولاد امبارح؟ لو كانوا شافوا اللي احنا شفناه كانوا يحطوا طوف في بقهم ويسكتوا. يا حبيبي احنا في مصر مش في امريكا، خدنا تاتا تاتا ما تاخدناش حتف. انت عارف يا سعد يا ابني، تاتا تاتا دي كلمه فرعونيه معناها امشي واحده واحده. يا بابا ده وقته ده عزه. سيادتك نائب عن دايره زفته بالغربيه، لو هتكلمنا عن المشاكل اللي بتحصل هناك تحب تقول لنا ايه؟ والله احب اقول لك اولا ان زفته دي مدينه عظيمه، يكفي تعرفي ان هي كانت اول مدينه مصريه تفكر تستقل عن المملكه المصريه وتعلن الجمهورية. الكلام ده كان إبان ثورة 19، والكلام ده حصل طبعا بفضل زعمائها الوطنيين وأهلها الأبطال الشجعان اللي أنا بتشرف إن أنا واحد منهم، وبتشرف أكتر كمان إن أنا نائب في البرلمان بمثلهم. والمشاكل طبيعية وإن شاء الله كله في وقته هيتحل بإذن الله. وإيه رأي حضرتك في سياسة الحزب الوطني؟ لا طبعا الحزب بيمر بمرحلة مهمة جدا في عملية تجديد دماء ودفع بالقيادات الشابة، ده اللي احنا منتظرينه. لا يا اخويا صادق، صادق والله. عارفه يا سهير، اول حاجه عملها بعد ما بقى نايم انه طلقني، بس ساب لي ايه؟ الشقه وبيدفعي نفقه كل اول شهر. يا اختي كويس ان هو ساب لك الشقه، طلع عصير وما رماكيش في الشارع. ما كان ممكن يطلقك قبل الانتخابات يا سميحه وخلاص، ولا حد هياخد من حد حاجه. اصيل اصيل ايه يا اختي؟ لا اصيل ولا حاجه، دي خايف بس يا اختي ان اهلي يفضحوه في زفته علشان هم من دايرته. يا بنتي انتي قاعدة في شقتك معززة مكرمة، ونفقتك بتوصلك لحد باب بيتك، احمدي ربنا غيرك ستات متبهدلين بعد الطلاق، واحمدي ربنا ان خلصتي منه، ده كان موريك الويل. والله العظيم يا سميحة ده كان كل اللي بيضربك على طول. ده انا كنت بصحى من النوم على صرختها جايبها من شعرها مسح بيها الشقة. خلاص بقى يا خالتي، بتفكرين بالايام السودة دي ليه؟ خلاص يا ماما. عشان تحمدي ربنا انك خلصتي منه. متغاظي؟ بس البنت متغاظة. ما خلاص انت هترجعي تحبيه تاني. متغاظة متغاظة متغاظة. اصل اختي يا اختي عامل فيها نايب وقال ايه مثقف بيفهم بيكلم لك في التاريخ. الله. وجدي بيتكلم في التاريخ. تصدقي يا خالتي قال ايه؟ بيقول لك عايش في جناح في فندق كبير كده من اللي هم خمس نجوم. الحرامي ابن الحراميه فخص عليه. طب والله العظيم انتوا برضك بتضحكوا. بكره ربنا ينتملك منه، يقع في واحده لفه ودايره تاخد اللي وراه واللي قدام. وهو ديني مش سيره يقابلها،
هي ليه وهو ليها. يا خالتي والله صح، ما هي كانت عارفه كل وصفاته وكانت عايشه معاه راضيه، دلوقتي عشان طلقها من كاده من كاده كان سكر وفي حضنها، لكن لما طلقها بقى دلوقتي حرام وداني. ما تقلقيش يا سميحه، ماما بتقول هيتحبس ان شاء الله. وعلى كده عصام بقى شاف تقديرك، مشروع زي ده هو ينتهي على امتى كده؟ الانتهاء هيكون على اول السنه الجديده، زي ما انت شفت العمال شغاله ليل نهار عشان خاطر يخلصوا في الميعاد والتشطيبات على اعلى مستوى. المشروع ده هو هيكون افخم مول في 6 اكتوبر، 6 اكتوبر ده هيكون افخم مول في مصر، مش بعيد الماركات المعروفه والمحلات الكبيره تعوز تأجر فيه. لا، ما هو 80% من مساحه المول اتأجرت بالفعل. أيوه. من قبل ما البناء يخلص. اتفضل يا باشا، اتفضل، ما هو ده الشغل المظبوط يا باشا، اتفضل يا باشا.